مساء الخير يا أم. مساء الفل يا حبيبي، ايه اللي اخرك كده؟ معلش صدقيني يا أم، عمال ادور على شغل لحد اما رجلي ورمت. ربنا يكرمك يا رب. طب اقعد ارتاح شويه واطلع للاستاذ علاء اللي في ال12، احسن خوات دماغي عمال يسال عليك من بدري. حاضر يا أم، يا رب يكون عايزني اجيب حاجه من حته قريب، احسناني مش قادر ادوس على رجلي. ايوه مساء الخير يا سعلاء، حضرتك كنت سالت علي؟ سالت ايه بس يا عم، ده انا قلب عليك الدنيا. خير يا استاذ، حصل حاجه ولا ايه؟ يا عم مفيش حاجه حصلت، مالك وشك ازرق كده ليه؟ ما تقلقش، خير ان شاء الله. الحمد لله. كل موضوع ان انا مراسل زي ما انت عارف، وانا مطلوب مني اعمل تقرير عن البطاله، وبصراحه اخترتك انت يا رامز ان انا اصور معاه. يا نهار ابيض، هطلع على التلفزيون. ايوه يا عم زقطت، هتطلع على التلفزيون. بعد الفطار ظبط نفسك والبس الهدمه اللي على الحبل، وان شاء الله هنصور وكله يبقى زي الفل. ها يا عم رامز، جاهز ولا ايه الاخبار؟ الله الله الله، مش باين عليا ولا ايه؟ ده انا حتى حاطط كالونيا. كالونيا؟ ومين قالك ان الكالونيا بتطلع في التلفزيون بس؟ طب يلا يا سيدي. بص يا رامز، عايزك واثق من نفسك كده ومتخافش من اي حاجه خالص. ما تقلقش يا سعلاء، انا من زمان وانا نفسي اطلع في التلفزيون. طب اهو التلفزيون جالك لحد عندك اهو. بص بقى، انا هسالك كام سؤال كده عقبال ما الناس تركب الحاجه، عشان ايه نعرف نتكلم كده في اللقاء. جاهز؟ جاهز يا سعلاء. قول لي بقى يا عمنا، هو انت ليه شغال بواب؟ انا شغال بواب عشان اساعد الناس واجيب لهم طلباتهم لحد عندهم. عارف يا سعلاء، اجمل احساس لما بتشوف واحد فرحان عشان عملت له طلبه وعملت له اللي نفسه فيه. اما بشوف الفرحه في عينين الناس بنبسط قوي يا سعلاء. يا رامز، قد كده انت حابب الشغلانه؟ ومن يكره يا سعلاء يفرح الناس بس. طب ثانية واحدة كده يا رامز. الو، ايوه مصطفى، محمد المعد عندك؟ طب اديهوني كده. قول له علاء عايزك. ايه يا محمد عامل ايه؟ بص بقى معلم، سيبك من حوار البطالة ده، وهنخلي الحلقة المرة دي عن حاجة اسمها الإيثار. ايوه يا عم الإيثار، وهنتكلم كمان ان ازاي البني آدم بيساعد غيره وهو فرحان.